يلا يا روحي خدي من ايديا. انا باكل يا حبيبتي باكل، كلي انت بقى عشان خاطري تبقى اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حد؟ ده الاكل تحفه، تسلم ايديك والله يا نهار حاجه كده. صلي على النبي يا نهار، تسلم ايدك يا حبيبتي تسلم. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرز على بقك دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملاها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي يا مزة. مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادل يا ستي الملوخية. ايدك معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. والله يا حاج راحت عليا نومه ناقصه جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجه لكل ده. اصلا انا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معاك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه معاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقالهم يجي 3 ساعات. انا عارف وانا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حاج هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. طب قاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ماشي. ايه ده؟ انت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس صحصحي يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضه فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي. ان شاء الله. الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. خليكم قاعدين يا أولاد. اتفضل هنا حاجة. اتفضل حاجة. اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه حكايتكم يا أولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكرة؟ الأستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسة لدرجة هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مريالة. والله يا جماعة أنا مش قصدي أبداً إن أعطلكم معايا. لا 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 ده شحاتة بيهزر معاك ما يقصدش يا أستاذ. لا بجد يا حاج بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جداً أصله حابب الموضوع قوي. أنا نفسي يا حاج نتفادى كل أخطاء المدارس التانية ونوصل بالمدرسة بتاعتنا دي إن شاء الله لأعلى مستوى. ما شاء الله عليك، هو ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتي عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا وده لا يمكن يحصل الا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم وليه هم أفضل مننا وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس. طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم. إن المدرس عندنا اتحول لموظف وموظف غلبان يا عيني مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي
لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وردهوله في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني أنتوا متأكدين إنه لبناني؟ طبعاً متأكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العملية اللي أنا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعة والكمية وحتتصدر لمين وإمتى حتوصل. هيدي العملية اللي أنا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، أنت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الأول نفهم إيه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الأول وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة وبنشتري سمك في مية، احنا ناخد حقنا أول بأول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بيننا يبقى على مية بيضة. قول لي شو طلباتكم يا آدمي؟ صحيح العبارة كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الآخر ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما هتدفع المرة دي على قد ما يكون التظبيط المرة الجاية علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكره حيكون في عندكم مبلغ محترم جدا والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده، تشاولينا على السكة نجري فيها جري. ما في غير شحادي، شحادي هو اللي كان معهم وشحادي اللي عنده كل التفاصيل. احنا سألناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحادي ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبط قعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. هترمي نفسك في نار جوازة زي دي؟ مهما دقت منها حلاوة لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين. شيل عين واحنا مش ناقصين، دول نسوانك دول تتدبف عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده. صح
سيبك. يلا بينا فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكي. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. انت فاكرني هبلة ونبي ما هتعرف. طب وريني. طب انا اهو انا اهو. انت عايزها بجد؟ طب هعمل دوشه. هعمل دوشه. الحقوني يا ناس. اهو بقى حاجه قلت لك يا ناس. بس قلت لك بالليل. اسمعني من اي حاجه مش عليك بس على النجم. اهو خصمك. ست انهار. يا ست انهار. يا لهوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه وليا في ايه خضتينا؟ يا ست الحاج. الحاج الحاج يا عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز استغفر الله العظيم يطلع منه التصرفات دي. سامعين يا امه؟